السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي، أرحب بكم في المحاضرة السادسة في هذا المساق والتي سنتكلم فيها عن اللاجئين ولكن خارج فلسطين. سنتكلم عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، كون الأردن تحتضن ما يقارب نصف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، يعني نصف اللاجئين الفلسطينيين الذين هم خارج فلسطين نصفهم تقريبا هم في الأردن، فمهم جدا أن نتعرف عليهم. طبعا نقطة مهمة نتكلم فيها قبل ما نبدأ هذه المحاضرة، أنه نحكي عن اللاجئين لاجئين سواء كان معهم الجنسية الأردنية أو ما كان معهم هاي الجنسية، لأن نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين أغلبهم معهم الجنسية الأردنية ويعاملوا في الأردن معاملة الأردني، معهم رقم وطني ويعاملوا يدرسوا في مدارس الحكومة وبيشتغلوا في الوظائف الحكومية وبتملكوا وما يعني مثلهم مثل أي شخص أردني الأصل، لكنهم هم لاجئين لأنهم مش في وطنهم، مثل ما تكلمنا يعني مثل ما حكينا هذا الشيء في تعريف اللاجئين. أيضا في جزء آخر ما معهم رقم وطني، معهم جنسية أردنية لكن بدون رقم وطني، هذول لا بتعاملوا معاملة مش مثل الأردنيين بالضبط، لهم حقوق صحيح. ربما اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وهذا الشيء رح يبين معانا في المحاضرات القادمة، هم أحسن يعني هم أحسن حال من غيرهم في لبنان، في سوريا، في سوريا لا في سوريا وضعهم كان منيح، لكن بعد الأحداث الأخيرة وبعد الأزمة السورية ما لا أصبح وضعهم جدا سيء، لكن بيبقى وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نوعا ما ممتاز. خلينا ننتقل إلى المحاضرة. اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أول ما قدموا إلى الأردن وقبل إنشاء المخيمات سكنوا في الأماكن العامة مثل المساجد والمدارس والكنائس والكهوف وعلى جوانب الطرق. في عام 1950 بدأت منظمة الأونروا بتقديم الخيام للاجئين اللي وضعت في مناطق اللي هي حاليا تعرف باسم المخيمات الفلسطينية. هاي المخيمات أقيمت على أراضي حكومية أو أراضي ذات ملكية خاصة. المخيمات الفلسطينية اللي أقيمت على أراضي المملكة الأردنية أقيمت على مرحلتين، وهاي المرحلتين اللي هم مراحل لجوء الفلسطينيين إلى الأردن، اللي هي في عام 48 وفي عام 67. أقيمت 5 مخيمات في الهجرة الأولى أو مع أحداث النكبة عام 1949 وعام 1950 عام 1951 عام 1952 عام 1955، وأقيمت 8 مخيمات أخرى لإيواء نازحي الهجرة الثانية اللي جاءوا بعد الهجرة الثانية في النكسة، أقيمت في الأعوام 1967 و68 و69 بسبب طبيعة هاي الموجتين، إنه جاءت هذه اللجوء وجاء النزوح فجأة وجاء بشكل قسري وإجباري وبشكل غير منظم، كان اختيار مواقع المخيمات بطريقة سريعة وغير مدروسة بشكل وافي، وهذا أثر عليهم إلى الآن للأسف. في الأردن بعيش أكبر نسبة لاجئين فلسطينيين، هم بيشكلوا بحدود نصف سكان المملكة، يعني في الأردن نصف السكان، طبعا ذلك قبل يمكن تقريبا قبل قدوم اللاجئين السوريين، لكن اجمالا في الوضع العام في الوضع الطبيعي لسكان الاردن نصفهم هم اللي قادمين من فلسطينيين من اصل فلسطيني، اللاجئين الفلسطينيين سواء حملة الجنسية الاردنية او غيرها، والنصف الثاني اللي هم أردنيين الأصل. الاختلاف في التقديرات ما بيقتصر على الأردن، عدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين بيختلف في قيود وكالة الغوث مثل ما تكلمنا، لأنه في ناس ما تسجلوا في وكالة الغوث لأي سبب من الأسباب، فبيختلف العدد، ربما يكون أكثر ربما يكون أقل قليلا، في شوية مشاكل في هذا الموضوع. لكن مثل ما تكلمنا إنه أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أكبر بكثير من الأعداد المسجلة في وكالة الغوث أو في الأونروا، بشير بعض التقديرات غير الرسمية إنه اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين في وكالة الغوث بصل نسبتهم حوالي 15% من اللاجئين المسجلين، يعني في نسبة كبيرة
يعني نسبة 15% من اللاجئين الموجودين في الأردن هم غير مسجلين، فهاي يعني نسبة يعني عدد لا يستهان به. هناك أيضا تقديرات غير رسمية بتشير أنه ما يقارب المليون فلسطيني لا تنطبق عليهم معايير وكالة الغوث الأونروا ونازحين من الضفة وقطاع غزة، بالتالي فإن أعداد اللاجئين والنازحين في الأردن بتقارب حوالي 3 ملايين شخص. السكان الفلسطينيين بتوزعوا على المدن الرئيسية في الأردن على حوالي 18% بقيمة في 10 مخيمات بتشرف عليها الأونروا. أغلب اللي رح نلاحظه أنه أغلب اللاجئين الفلسطينيين ما بعي في الأردن ما بعيشوا في المخيمات، فهي مثل ما هون تكلمنا أنه 18% من هدول اللاجئين الفلسطينيين بتوزعوا في المدن الرئيسية عفوا 18% اللي هم بقيموا في 10 في المخيمات العشرة، ولكن الأغلب 82% هم مقيمين في المدن الرئيسية. المخيمات الموجودة في الأردن: مخيم جرش، مخيم عمان الجديد، ماركة، البقعة، صوف، الحسن، طالبية، إربد، الزرقاء، ومخيم جبل الحسين. منقسم الفلسطينيين المقيمين في الأردن إلى عدة أقسام. فلسطينيين أقاموا في الأردن قبل عام 1948، هذول اللي إجوا على الأردن قبل عام النكبة، هذول بيعتبروهم أردنيين بالتأسيس لأنه كانوا موجودين لما أعلن استقلال الأردن وأعلنت قيام الدولة الأردنية، فلا يعتبروا لاجئين. الفلسطينيين اللي لجأوا بعد نكبة عام 1948 هذول هم اللاجئين وتم منحهم الجنسية الأردنية. في الفلسطينيين اللي قدموا بعد عام 1967 بعد عدوان عام 1967 على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم هدول النازحين. فأيضا في الفلسطينيين إثر الحرب العراقية الكويتية عام 1990، صفاتهم متعددة ومختلفة. لما قامت الحرب العراقية الكويتية السلطة الفلسطينية أيدت موقف العراق، فكان في عدد كبير من الفلسطينيين في الكويت، فتم طردهم أو تم ترحيلهم خارج الكويت. لذلك طبعا لم يستطيعوا العودة لفلسطين فاستقبلتهم الأردن. الأكثرية من اللاجئين والنازحين كما قلنا لا يقيمون في المخيمات، بل إن الأردنيين من أصل فلسطيني بشكله هم عماد القطاع الخاص الأردني. مثلا الدائرة الثالثة الانتخابية في عمان هي أحد الأحياء بتضم الأحياء الراقية في العاصمة، بشكل الأردنيين من أصل فلسطيني أكثرية سكانها. إدارة شؤون اللاجئين في الأردن بتقاسمها كل من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية. أرض المخيم ليست جزء من البلديات الأردنية، لكنها بتحصل على خدمات الدولة من طرق وإنارة وصرف صحي وغيرها من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية. يعني المخيم أرضه غير تابع على خدمات البلدية، لكن الطرق والإنارة والصرف الصحي هاي بتحصل عليها من ضمن خدمات الدولة وليس من الأونروا، أو من تحصل عليها من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية. أما النظافة، مخيمات عمان تتبع أمانة عمان، فأمانة عمان هي المسؤولة عن نظافتها. أما المخيمات الموجودة خارج عمان فهي بتتبع الوكالة، لكنها سياسيا جزء من الدوائر الانتخابية للمحافظات الأردنية. لما يصير في انتخابات مجلس النواب على سبيل المثال أو البلديات، في دوائر خاصة في هاي المناطق، هاي الدوائر الفلسطينية الموجودين في المخيمات بيروحوا بنتخبوا عادي. دائرة الشؤون الفلسطينية هي عبارة عن تطور لسلسلة مؤسسات حكومية. هاي سلسلة المؤسسات من بداية وجود الفلسطينيين في الأردن ظهر عدة مؤسسات حكومية حتى تعني في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، فآخرها كانت دائرة الشؤون الفلسطينية اللي هي إلى الآن مستمرة. أول مؤسسة حكومية كانت هي وزارة اللاجئين. وزارة اللاجئين أنشئت عام 1950 بتوجيهات من الملك عبد الله الأول، وهذا بعد تأسيس الأردن ب3 سنوات تقريبا. تبعتها وزارة الإنشاء والتعمير، أنشئت عام 1950، والتي أصبحت مسؤولية الاهتمام بشؤون اللاجئين من مسؤوليتها. اللجنة ثم تلاها اللجنة الوزارية العليا لإنشاء لإغاثة النازحين، وهذه أنشئت بعد حرب عام 1967 حتى تقدم الرعاية والإغاثة للنازحين من الضفة الغربية. ثم أنشئ المكتب التنفيذي لشؤون الوطن المحتل، وذلك أنشئ في عام 1972 بهدف متابعة شؤون الأرض المحتلة الضفة الغربية. في هذا الوقت
كان وقت ما الضفة الغربية تتبع إداريا للأردن، لذلك لشؤون الوطن المحتل. وزارة شؤون الأرض المحتلة، هذه الوزارة حلت عام 1980، ألغي المكتب التنفيذي لشؤون الوطن المحتل اللي أنشئ عام 1972 بعد 8 سنوات، وتولى مكانه وزارة شؤون الأرض المحتلة عام 1980 حتى ترعى شؤون الوطن المحتل وترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين. ثم أنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية بعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988. تم إلغاء وزارة شؤون الأرض المحتلة، وأنشئت هذه الدائرة حتى تتولى الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين، ولا تزال قائمة حتى الآن. ما هي علاقة اللاجئين بالحكومة؟ دائرة الشؤون الفلسطينية أصبحت من عام 1990 أصبحت جزء من وزارة الشؤون الخارجية، شؤون الخارجية الأردنية، وهي بتمثل مقصد واهتمامات ومطالب الفلسطينيين. أي شيء بيحتاجوا الفلسطينيين وبدهم إياه ومهتمين فيه، مين اللي بتمثلهم لدى الحكومة؟ هي دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية. بتم الاتصال بين اللاجئين وهي الدائرة عن طريق لجان خدمات تطويرية موجودة في المخيمات. في لجنة خدمات تطويرية رح نتكلم عنها موجودة في المخيمات، اللاجئين بتكلموا معها بوصلونها مطالبهم، فهاي اللجنة بتوصل لدائرة الشؤون الفلسطينية المطالب اللاجئين، وهاي الدائرة عفوا لجان الخدمات التطويرية أسستها دائرة الشؤون الفلسطينية عام 1998. دائرة الشؤون الفلسطينية هي دائرة لها خصوصية عالية جدا في المستوى، على المستوى الداخلي أو الخارجي. على المستوى الداخلي هي دائرة شبه مستقلة لكنها تتبع لوزارة الخارجية كما تكلمنا. أيضا هي متعلقة هي معنية بكل شيء متعلق بالشؤون الفلسطينية في أرض على الأردن في الأردن. يعني هي مسؤولة عن مخيمات اللاجئين في الأردن، من أكبرها وهو مخيم البقعة، وحتى مخيم غزة اللي ما بحظى للأسف أبنائه بالجنسية الأردنية. هذا أيضا بإضافة لمسؤوليتها عن أي حدث بخصوص الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية والمنطقة المعروفة بأراضي 48. إذا ليست فقط مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لكنها مسؤولة عن الأحداث المختصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي 48. هي أيضا مرجعية أساسية لعمل الأونروا في الأردن. أما على المستوى الخارجي هي مصدر موثوق به للمعلومات والإحصائيات اللي بتخص مجال عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وهي أيضا وسيط موثوق به لإدارة المنح والمساعدات الدولية التي تأتي مخصصة للمخيمات. يعني أي شيء من خارج الأردن بده يدعم الفلسطينيين، مثلا منح او مساعدات دوليه حتى لتطوير المخيمات، منح دراسيه على سبيل المثال، اللي بتيجي هاي الامور بتيجي مخصصه للمخيمات، اللي بيقوم بتوزيعها او بيقوم باعطاء المعلومات للدوله مثلا الراعيه او الدوله المانحه هي المسؤوله عن هذا، اللي هي دائره الشؤون الفلسطينيه. ايضا هي اللي بتقدم المعلومات والاحصائيات لأي دولة أو أي منظمة دولية تطلب هذا الشيء عن اللاجئين الفلسطينيين. المخيمات لا تشارك في الانتخابات البلدية والقروية في الأردن لوضعهم السياسي والقانوني الخاص، وتعتبر لجان تحسين المخيمات لجان خدمات، وهي الممثل لدى المخيمات لدى الحكومة الأردنية. هذه اللجان اللي هي لجان تحسين المخيمات مهمتها في المخيمات التعاون الكامل بإشراف دائرة الشؤون الفلسطينية، بتوفر لها ميزانية بتتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دينار أردني من ميزانيتها السنوية العامة لحتى تقوم بخدمة المخيمات. في كل مخيم يوجد مكتب محلي لهذه اللجنة، بيديروا حوالي من 7 إلى 13 عضو. مهمتهم متابعة تطوير البنية التحتية في المخيم، إصلاح الشوارع، أرصفة، منازل، أنابيب مياه وصرف صحي، أيضا إشراف الإداري ومراقبة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتنظيم الأمور المالية حتى ما يصير في تسيب، حتى ما يصير في فساد، ما يصير في سرقة أو ما يصير، وحتى أيضا إنه يكون في مسؤول عن هذه الأمور كلها، لأنه يعتبر يعني فيه مؤسسات كاملة تخدمه لهذا المخيم موجودة هاي اللجنة. أيضا توفر دعم اقتصادي واجتماعي لمراكز رعاية الأمومة والطفل.
هذه اللجان مسؤولة أيضا عن تنظيم الأمور التجارية مثل فتح وإغلاق المحلات التجارية، وإلى جانب دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان تطوير خدمات المخيم عفوا، اللاجئين بيسلكوا طريقهم أو بيوصلوا للبرلمان الأردني البحث عن حلول لبعض مشاكلهم، خاصة عندما تتطلب هذه الحالة أو هذه المشكلة تدخل مسؤولين ذوي مراكز. هذه اللجان تم تشكيلها كهيئات تطوعية عند إنشاء المخيمات، سميت لجان تحسين المخيمات، لذلك تشكلت من شخصيات تقليدية مثل المخاتير والوجهاء وبعض الشخصيات الاجتماعية اللي تم التعامل معها لتسهيل تقديم الخدمات المقدمة من دائرة الشؤون الفلسطينية وعن طريق الهيئات والمنظمات غير الحكومية التي بتم من خلالها تقديم بعض الخدمات. لجان الخدمات لم تلقى قبولا من سكان المخيمات لأسباب عديدة، منها لأسباب عديدة، منها عجزها دائما عاجز عن تقديم الخدمات بشكل عادل، إضافة لعدم مشاركة أهالي المخيمات في اختيار أعضائها. استجابة لطلبات أهالي المخيمات بيتم العمل على إعادة تشكيل هذه اللجنة بين فترة وأخرى أو تعديلها أو تغييرها، ودائما بيتم إضافة الشخصيات الشابة حتى يتم ضخ دماء جديدة في هذه اللجان وتخليصها مما تتعرض له من انتقادات تمس بعض أعضائها أحيانا جميعهم. بحسب وجهة نظر سكان المخيم، هذه اللجان يفترض أن تعكس مشاكلهم وتنقل همومهم إلى المسؤولين وصناع القرار، وتقوم برعايتهم وتتحدث باسمهم وتقدم الخدمة لهم، لكنها بتم تشكيلها من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية دون علم سكان المخيم أو دون التنسيق معهم، لذلك هم بيطالبوا بإلحاح أنهم يشتركوا في اختيار رؤسائها وفي اختيار أعضائها، وأن يكون هناك أيضا معايير محددة حتى اختيار لجنة الخدمات. هذه المعايير تعتمد الكفاءة والقدرة على العمل والمهنية، وليس على أساس التعيين عن طريق المحاسيب والمعارف أو الواسطة والمعارف، على أن تستند هذه المعايير على آلية محددة يتم التوافق عليها في عمليات الاختيار. بطالب أيضا أهالي المخيم أن يكون هناك فترة زمنية وتواريخ محددة لتشكيل وإنهاء خدمات هذه اللجان، مثلها مثل أي نادي رياضي ومركز اجتماعي، كل الهيئات والاجتماعات والجمعيات الخيرية اللي بتفعل هذا الشيء. أيضا بطالب سكان المخيمات أنه يتم انتخاب هذه اللجان انتخاب ديمقراطي مثل المجالس البلدية والقروية، فهم أولى وأقدر على اختيار الشخوص القادرين على تمثيلهم وخدمتهم.